اسمي ديانا محفوظ نجيب الحطيني، عمري 23 سنة، بدرس طب بالتكنو بعد مرور 5 سنوات، وأنا أتنقل من بين تخصص لتخصص. بداية أول سنة كان إلي بالتوجيهي ما حلفني الحظ إني أحصل على المعدل يلي بيأهلني للطب، فاضطريت إني أعيد ب 2017 المواد كاملة وحصلت معدل 91. هلأ المعدل برضه ما دخلني للطب، فاضطريت إنه أسجل الجامعة. وقتها طلع لي بالأردنية مختبرات وقدمت مع الجامعة 2 مادتين رفع معدل. لما رفعت معدل برضو نفس الشيء، رفعت معدل يعني برضو ما قدرت إني أوصل لمعدل الطب، رفعت ل 93 وطلع لي على القبول الموحد صيدلة بالتكنو. هون قررت إني أوقف، مش إنه خلص أشيل الطب من بالي، لا، قلت رح أخذ شوية فترة استراحة وأكون جاهزة أكثر للتوجيهي. فمر الوقت، ويعني خلال هاي السنين اللي درست فيها صيدلة طبعاً أكيد يعني تخصص صيدلة كتير استفدت منه وتعلمت منه، ويعني وهاي الفترة يعني أنا ما قدرت إني أقتنع بالصيدلة، كانوا أهلي مع وضد إنه أعيد، لأنه خلص تخصص صيدلة مثل ما بنعرف تخصصه منيح وحلو وبناسب البنت، بس أنا حلمي بالطب أبداً يعني ما قدرت إني أنساه أو إنه أتخلى عن طموحي. فقررت ب 2020 إني أرجع أعيد توجيهي كامل، والحمد لله قدرت إني أرفع ل 98.10. هلأ برضو أقف معي الطب على 10، هون معدل الحد الأدنى للطب كان 98.20، فطلع لي على القبول الموحد دكتور صيدلة بالتكنو، وحولت منشان كنت أحول من تخصص يعني لتخصص منشان إنه أقدر أخذ مواد مشتركة أكثر للطب. فسجلت برضو مواد للتكميلي منشان أرفع معدل، ورفعت ل 99.8 منشان القبول الموحد وأنافس مع 2003. قدمت آخر مادة والحمد لله يعني قدرت إني أوصل للمية، وكان صراحة ما كان هدفي يعني إنه أجيب المعدل 100، كان هدفي يعني إنه مشان أشارك مع يكون نسبتي مثل نسبة 2003. والحمد لله ربي أنعم علي وإني قدرت إني أوصل للمية. هلأ أنا لما درست فصل بالأردنية وحولت على التكنو، صراحة لقيت فيه فروقات كبيرة بين الجامعتين، ولقيت راحتي أكبر بالتكنو، فاخترت إني أضل فيها. هلأ خلال 5 سنوات يلي عدت فيها وما كان بكل مرة ما كان يزبط معي إنه معدل الطب، صراحة يعني ولا مرة بكيت فيها أو إنه زعلت أو انقهرت، بالعكس كان هذا دافع وحافز أكبر لإلي إنه المرة الجاي أقدم طريقة أفضل. بس لما وصلني المسج إنه تم قبولك في كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا، لا إراديا نزل دموعي، وكانت يعني هاي أول مرة ببكي فيها خلال الإعادات كلها. هلأ أنا يعني في ببالي أكثر من تخصص، من بينهم عقم إنجاب، نسائية، جلدية، عيون، يعني ما بعرف، الواحد ونصيبه. طبعاً أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل أبداً. طبعاً واجهت كتير صعوبات، بس ما كنت أسمح لأي ظرف أو لأي صعوبة بتواجهني إنها تأثر علي أو على الشيء اللي حطيته أنا ببالي. يعني أنا قدام عيوني في هدف ولازم أوصل له. كنت ألاقي كتير يعني إحباط من من يعني المجتمع البعيد، يعني نحكي إنه أنت عم بتضيع عمرك وهذا كله بتضيع من عمرك وليش تعملي هيك، بس أنا ما أسمح لكلام الناس أو كلام نظرة المجتمع إنها تأثر على شيء، على رغبتي وعلى الشيء اللي بدي إياه وعلى طموحي. كنت أوازن ما بين طموحي والشيء اللي أنا حبيته وبدي إياه وبين دراستي الجامعية، وطبعاً كنت ألاقي صعوبة بهذا الإشي، بس ما أخلي هذا الإشي إنه يخليني أيأس أو إنه أتنازل عن حلمي وأتخلى عنه، لا بالعكس، كل صعوبة كانت تخليني إنه أتمسك بحلمي بزيادة. أغلب المواد اللي أخذها مشتركة، وهلأ قدمت طلب لمعادلة الساعات والحمد لله قطع ساعات منيحة، بس أصلاً نظام الطب سنوي فرح أكون سنة أولى. أول شيء بدي أوجه كلمة لكل طالب توجيهي بأنه يعتبر هاي السنة سنة مثل أي سنة، ويحط هدفه وحلمه قدام عيونه مشان يوصل له من أول مرة، وما يضطر إنه يعيد ويرفع معدل وهكذا، ويقدر إنه يعمل برنامج دراسي متزن وبنفس الوقت برنامج غذائي متزن. هلأ في كتير طلاب ممكن التوتر إنه يسبب لهم إفراط بالأكل أو إنه يحرموا نفسهم من الأكل، فبالتالي هذا الإشي رح يأثر على صحتهم، ورح يكون في عندهم خمول وكسل،
وارهاق، فبالتالي ما راح يقدروا انهم يحصلوا المعدل اللي بدهم اياه. احب اوجه رساله لوزاره التعليم العالي بانهم يعيدوا النظر لموضوع المعيدين والقبلات. يعني كثير بنلاقي في طلاب، يعني مش بس انا، في كثير طلاب برضه بيعيدوا مره مرتين وثلاثه بس منشان يحصلوا المقعد يلي بيحلموا فيه، وممكن هذا الشيء يوقف معهم على 10 20 مثل ما صار معي. فانه المفروض يكون يتبعوا نظام ثاني بحيث يكون نسبه المعيدين غير عن يعني قريبه من نسبه النظاميين. بحب اهدي هذا النجاح اولهم نفسي، انا دعمت حالي اني ضلتني اشجع نفسي واحفز نفسي، وانه خلاص راسمي هدف قدامي وبدي اوصل له. واهلي يعني ما بنسى سهر ماما وبابا ودعمهم الي وتشجيعهم انه خلاص انا عندي هدف وبدي اوصل له. اخوي الكبير كان كثير يشجعني ويحب وحابب هو هذا المجال اني ادخله، مجال الطب. وما بنسى طبعا صحباتي اغلى ناسي يلي كانوا يدعموني بالكلام الحلو ويحفزوني فترات اني احس فيها بالاحباط، ولعائلتي.